أجاز البرلمان أمس الأول قانون حماية المستهلك للعام 2018 بعد 3 سنوات من إيداعه بالبرلمان، وتوقع رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر حدوث تقاطعات بين القانون وقوانين أخرى، فيما قال وزير الدولة بوزارة العدل محمود أبكر الدقدق في رده على مداولات النواب حول القانون إن القانون ينور المواطنين بحقوقهم لارتباطه بحياتهم، وتنبأ دقدق بحدوث تحديات في تطبيقه لأنه يطبق على سلع لا حصر ولا نهاية لها. وتأسف الوزير على تأخر إجازته، لكنه أكد أن إجازة القانون تضع السودان في المسار الصحيح فيما يخص حماية المستهلك لأنه يحمي الجميع. حول هذا الموضوع انضم إلينا رئيس جمعية حقوق المستهلك دكتور نصر الدين شلقامي. دكتور مساء الخير. بدأ دكتور نتحدث عن المكاسب التي ستتحقق جراء إجازة قانون حماية المستهلك. طبعا المستهلك كان هو الحلقة الأضعف في المجتمع، ولكن هذا القانون بيدي المستهلك حقوق مختلفة تخليه يكون هو حلقة قوية في المجتمع، ولا بد أن يكون هو الرقيب على كل ما يأتي كلما أتى في هذا القانون في الأسواق وفي الخدمات وخلافه. القانون تعرض لجوانب كثيرة في المستهلك، خدمات مع بعض، البيع، عرض السلع المكشوفة في الشمس وفي الشوارع، ويعني كثير من الحقوق اللي كانت مخطوبة للمستهلك وردت في هذا القانون وأصبحت يعني ملزمة للمزود لمقدم الخدمة والسلعة وخلافه. لكن دكتور شلقام، يعني هناك تخوفات يعني من تضارب القانون مع القوانين الأخرى، كيف يمكن أن يتم تجاوز هذه النقطة تحديدا؟ نحن يعني نرى أنه ليس هنالك تضارب إذا نفذ القانون بالصورة السليمة، إذا كان هنالك جهاز لحماية المستهلك كما هو موجود في الدول المختلفة حولنا، الدول العربية والأفريقية وغيرها، عندها أجهزة لحماية المستهلك أو هيئات لحماية المستهلك. يعني مثلا في عمان في الهيئة العمانية لحماية المستهلك، في مصر في جهاز القومي لحماية المستهلك، وده بيكون جهاز سيادي، فبالتالي هو بيكون كل الجهات اللي عندها قوانين بتخص المستهلك هي عضو في هذا الجهاز، فلذلك التضارب بيكون هنا انتفى، ما بيكون في تضارب في القوانين. وفي تجربة أو النواة لتجربة كانت عملت في هيئة المواصفات اللي هي اللجنة القومية لشؤون المستهلكين، اللجنة بتضم أكثر من 25 جهة هي كلها عندها قوانين تحمي المستهلك، واللجنة اشتغلت عدد من السنوات تنسيقهم مع بعض، فلذلك كان الفترة الأخيرة في انضباط لحد ما في الأسواق نتيجة لوجود هذا التنسيق بين الجهات المختلفة بقوانين وبلوائح وبكلها في جسم تنسيقي، وكان ده نوع لقيام هذا الجهاز اللي ينص عليه قانون حماية المستهلك، انه بينادي بقيام جهاز سيادي يكون يحمي المستهلك ويكون هو الجهاز الرقابي الاساسي والذي يحمي بنود القانون. دكتور الشلقامي، يمكن يعني لهذا القانون يعني أن يحقق أماني ومطالب المستهلكين في ظل يعني أسعار متصاعدة يوميا؟ يعني هو حتى قضية الإنفلات الأسعار أنا أسميه، لأنه هو تحرير السوق لا يعني إنفلات الأسعار، لا يعني الفوضى في الأسواق. يعني القانون هنا ينظم التجارة، يعمل على تنظيم التجارة، يعمل على تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار، وده جزء كبير جدا من إيقاف التضاربات الموجودة في الأسواق والاحتكار الموجود في الأسواق للسلع وللخدمات. فإذا طبق القانون ده بالصورة المثلى، بالتأكيد هيكون لمصلحة المستهلك في وجود سلع بأسعار مناسبة.
رئيس جمعية حماية المستهلك دكتور نصر الدين الشلقامي، كنت معنا عبر الهاتف من الخرطوم، شكرا جزيلا لك.